ألم تتساءل يوماً عن معاني رموز دولة إسرائيل؟ اللون الأبيض والخطين باللون الأزرق ونجمة داود في وسط العلم. فاللون الأبيض يعني خلو العالم من البشر، لأن اليهود يعتبرون نفسهم هم أفضل جنس على وجه الأرض، وهم شعب الله المختار، والباقي من البشر ليس له أي دور أو نفع. والخطين باللون الأزرق يرمزان لنهرين، نهر الفرات ونهر النيل، يعني الأرض التي يسعى إليها تمتد من نهر النيل إلى نهر الفرات، وهذا هو حلم الصهاينة. أما النجمة فهي لا ترمز إلى درع سيدنا داود عليه السلام، ولا إلى خاتم سيدنا داود كما يظنها أغلبية الناس، بل هي عبارة عن رمز للصهيونية.